فتور درايف النهارده معانا وحش هيقدمه لنا اتنين من خبراء الجراج، محمد زلط ومحمد جمال. اسمها على اسم نوع من انواع التماسيح، وعلامتها واحدة من أقدم وأعرف العلامات التجارية للسيارات في العالم. كلنا نتمنى أن نركب عربية من عربياتها. العربية اللي معانا النهاردة بورش كايمان 718. بورش كايمان أول ظهور عالمي ليها كان سنة 2005 كإصدار كوبيه من فئة البورش بوكستر رودستر المعروفة، اللي كانت بورش بتنتجها من سنة 1996، والشركة قررت أنها تقدم إصدار الكوبيه اللي هو كايمان عشان تقدر تقدم اختيار مختلف لعشاق العربيات الرياضية وتنافس بقوة أكبر من خلاله في الأسواق العالمية. وعلى فكرة الموديل الجديد من كايمان اللي معانا النهاردة بيشهد لأول مرة تغيير اسم العربية لكايمان 718 عشان يرجع للأذهان تاريخ عربية السباقات 718 اللي انتجتها بورش بالفترة من 157 ل 1962. تعالوا نروح نتعرف على العربية ونشوف مواصفات ومميزات بورش كايمان 718. التصميم الرياضي الكايمان بيعتبر تصميم أسطوري من وجهة نظري. العربية كوبية 2 باب وكمان فيها 2 كرسي بس. أما عن وضعية الموتور فهو موتور وسط الوضعية، وهنشرح لكم معنى المصطلح ده أثناء الحلقة. وش العربية بيميزه حجم الكابوت الكبير اللي بيأكد على الشخصية الرياضية لعربيات بورش، وفي نفس الوقت بيبقى له دور كبير جدا في الايروديناميك. ده بالإضافة هنلاقي اللمسة الجمالية واضحة في الفوانيس البايزنن بحجمها الكبير، ونشوف كمان فتحات التهوية العريضة اللي بتحتل أغلب الصدام ووحدات الإضاءة الليد الرفيعة الموجودة تحت الفوانيس الرئيسية. أما من الجنب فواضح جدا برضو الطبيعة الرياضية من خلال الخطين الممتدين بين العجلة الأمامية والخلفية، واللي بينتهوا قبل العجلة الخلفية بفتحة تهوية عريضة بتوفر انسيابية أكبر للعربية وبتقلل احتكاك الهواء، وكمان بتساعد على تبريد العجلات الخلفية. الجزء الخلفي من كايمان الحقيقة لو حبينا نتكلم عنه هنلاقي كلام كتير جدا ممكن يتقال. طبعا ما هي بورش لأنه بيأكد على الشخصية الرياضية الفريدة للعربية، وزي أغلب عربيات بورش السقف مايل بشكل واضح ناحية الجزء الخلفي وده بيدي انسيابية أكبر. وعلى فكرة السقف هو الفرق الرئيسي بين كايمان وبوكستر الرودستر، وكمان باين جدا التصميم الرياضي في الفانوس الرفيع اللي بيمتد بينه خط إضاءة تاني واللي بتدي التصميم الخلفي شكل ثلاثي الأبعاد. ده بالإضافة للسبويلر الخلفي اللي بيساعد على الانسيابية واللي بيخرج من جسم العربية بطريقة أوتوماتيكية على السرعات العالية، وكمان الفوج لايتس الخلفية الموجودة في الإصدار، وأخيرا فتحة الشكمان الموجودة في النص. طول بورش كايمان 4.37 متر وعرضها 1.80 متر والارتفاع 1.28 متر. أما عن قاعدة العجلات فطولها 2.47 متر وبيبلغ وزن العربية 1440 كيلو جرام، مع سعة تخزين أمامية حوالي 150 لتر وخلفية 125 لتر. من جوه العربية هنلاحظ إن كايمان بتستخدم خامات فخمة جداً وتجهيزات متطورة بشكل كبير، وده بيخدم أدائها الرياضي. وهنلاقي ده ظاهر جدا في تصميم الدركسيون اللي بيضم أجزاء من الكروم وتصميم العدادات الرياضية والكراسي وكسوة الأبواب الجلد والكونسول المركزي اللي بيضم أغلب تجهيزات العربية مع الفتيس. كايمان كمان بتوفر تجهيزات كتير من ضمنها دركسيون المالتي فانكشن وجنوط رياضية 18 بوصة وسخان للزجاج الخلفي وخاصية القيادة الرياضية من خلال سبورت بوتن وزجاج كهرباء بتحكم اللمسة واحدة ونظام اتصالات بورش المتطور PCM لتحكم في تشغيل الموبايل وخصائص نظام الصوت بالإضافة لنظام ساوند باكيج بلس الملتحق بثمان سماعات وامبليفاير ومعالجة رقمية للصوت. ده بالإضافة لتشغيل أوتوماتيك لإضاءة الفوانيس ومن ضمنها نظام الإضاءة بعد الخروج من العربية ويلكم هوم والمرايات الجانبية القابلة للتعديل كهربائيا وشاشة عرض HD مقاس 4.6 بوصة للتحكم في أغلب وظائف العربية الأساسية وتكييف متطور مع فلتر كربون والكراسي الرياضية الكهرباء بجلد الكانتارا المميز وزرار ستارت ستوب لتشغيل العربية بدون مفتاح وسنتر لوك للأبواب مع ريموت كنترول.
من أهم الحاجات اللي بتميز بورش تحديداً هو الموتور. خلينا نشوف مواصفات موتور كايمن بالتفصيل. موتور كايمن زي ما قلنا قبل كده هو موتور وسط الوضعية، يعني ورا الكرسي على طول. لأول مرة في موديل كايمن 718 الجديد، بورش بتتخلى عن المواتير الستة سلندر أو الستريت 6 لصالح المواتير فلات 4 بنظام التيربو تشارجر. الموتور سعة 2000 سي سي، بيخرج قوة 300 حصان وعزم دوران 380 نيوتن متر، وبيتصل بنقل الحركة يدوي 6 سرعات أو أوتوماتيك من 7 سرعات BDK، بيدفع العجلات الخلفية أو بمعنى تاني العربية بنظام الدفع الخلفي. وبالنسبة لأداء العربية هنلاقي إن التسارع من الثبات ل 100 كم في الساعة في 4.9 ثانية، مع قدرتها على وصول لسرعة قصوى حوالي 275 كم في الساعة. كايمن 718 فيها تانك بنزين 54 لتر، وبتحقق معدل استهلاك وقود بواقع 9 لتر لكل 100 كيلو. وبالنسبة لمواصفات الأمان، هنلاحظ إن كايمن 718 فيها متجهزات أمان كتيرة جدا، من ضمنها 2 وسائد هوائية إيرباك، بالإضافة لنظام بورش الحماية من الصدمات الجانبية POSIP اللي بيضم مكونات حماية للركاب في الأبواب. وكمان العربية فيها فرامل انتظار كهرباء ونظام TPM لمراقبة ضغط الإطارات، ونظام فرامل مضاد للغلق ABS، ونظام بورش للتحكم في الثبات PSM، وإيموبيلايزر لمنع السرقة، ونظام إنذار متطور. فعلا العربية الكايمن 718 عربية مختلفة بكل المقاييس، زيها زي كل عربيات بورش. الاهتمام فيها بأدق التفاصيل واضح جدا، من أول المكونات الهندسية لحد التجهيزات والخامات المستخدمة. يعني ببساطة كده، لو حابب تحس بالتميز والاختلاف ونفسك في عربية قوة أدائها على أعلى مستوى وتصميمها الرياضي فريد، أنا بنصحك ما تدورش غير على بورش كايمن 718.